تتحول بالمتابعة إلى سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، العلاقات فيما بين مصر والبوسنة والهرسك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنميتها وتوطيدها منذ توليه الحكم في عام 2014. اليوم ورئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك يزور مصر، كيف ترى شكل العلاقات الحالية فيما بين الجانبين؟ يعني التسمت العلاقات بين مصر والبوسنة والهرسك يعني تعاون مشترك منذ أن كانت البوسنة معرضة لحرب في التسعينات. كانت الحرب تفكك الاتحاد اليوغوسلافي في ذلك الحين، والحرب الإبادة اللي تعرضت لها البوسنة والهرسك على يد عناصر صربية، فكانت مصر تقف إلى جانب الشعب في البوسنة والهرسك وتطالب بوقف القتال. فبالتالي الرئيس الاتحاد أو رئيس المجلس الأعلى للبوسنة والهرسك اللي بيزور مصر اليوم لديه يعني خبرة عملية عن المعاناة وعن كيف أن الشعب الفلسطيني الآن في غزة يعاني نفس المعاناة اللي مروا بها، إنها كانت حرب يعني شبيهة بحرب الإبادة، وتم محاكمة المسؤولين عن الجرائم اللي ارتكبت سواء جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم ضد حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، قدموا للمحكمة الجنائية الدولية وتم محاكمتهم. فهنا الموقف في الحقيقة هيكون فيه تفهم أكبر لما تجري المباحثات بين الرئيسين، رئيس البوسنة والهرسك والرئيس السيسي، هيبقى فيه تفهم كبير جدا لما يحدث في قطاع غزة، سواء من عمليات إبادة جماعية أو عمليات تهجير قسري أو المدافن الجماعية، يعني المقابر الجماعية دي أيضا كانت ظاهرة موجودة في البوسنة والهرسك. فبالتالي هنا موقفه مؤيد تماما للموقف المصري بضرورة وقف هذا القتال العبثي الذي لا هدف له إلا إبادة الشعب الفلسطيني وتدمير كلي لقطاع غزة، أيضا بالنسبة لتقديم المساعدات والمعاناة، وبالنسبة لعملية حل القضية الفلسطينية، لأن هو ده الأفق الذي يستطيع أن يحقق السلام في الشرق الأوسط. نعم، طيب في ضوء ذلك سيادة السفير، كيف ترى جهود مصر في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية وإقرار حل الدولتين، سواء فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن؟ هذه الجهود كيف تراها، خاصة ونحن نرى يعني دول مصر حريصة على توطيد علاقاتها معها وإيصال التوافق فيما يتعلق بمسألة حيوية مثل الملف الفلسطيني وما يحدث في قطاع غزة الآن؟ يعني مصر لم تألو جهدا منذ بداية الأزمة، لأن دي أولا على بوابة مصر الشرقية متصلة بأمنها القومي، متصلة بأشقاء في اختلاط كبير بينهم وبين المصريين سواء في مصر كلها في المحافظات أو في العريش وفي غيرها. فبالتالي قضية خاصة جدا بالنسبة لمصر، ومصر رفضت من البداية وأعلنت هذا، والعالم تفهم وبيؤيد الموقف المصري من أولا رفض تام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. ثانيا عملية التجويع، يعني أيضا مصر بتبذل جهود وبنرى كل يوم مئات الشاحنات على الجانب المصري، ولكن الجانب الإسرائيلي بيعوقها ويعيد بعضها. يعني الغريب أن في بعضها بيوصل لإسرائيل وبعد ما يفتشوه يرجعوه بدعوى أن ده يستخدم لأغراض أخرى. العالم كله شاهد هذا، وشاهدنا زعماء العالم توفدوا إلى مصر وبعضهم يعني مش مصدق ان اسرائيل بتتخذ هذا الاجراء اللا انساني، فذهب بنفسه الى معبر رفح وشهد، ابتداء من امين عام الامم المتحده، رؤساء حكومات، وزراء خارجيه، رؤساء دول. فهنا يعني دور مصر مقدر من الجميع، والجميع بيقدر ان هذا الدور فعلا هدفه هو السلام، وان اسرائيل والحكومه اليمينيه الحاليه عمليه الحرب جزء من بقائها السياسي في السلطه، وبتضحي حتى بالأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية. يعني واضح أنه رئيس الوزراء نتنياهو لا يعني هذا في شيء. النهاردة في جولات متصلة وفي اجتماع حاليا
بين وزير خارجية الأمريكي ووزراء خارجية الدول الستة المختصة العربية المختصة بمتابعة غزة، ومن بينهم وزير خارجية المصري سامح شكري. وأوضح قبل كده سواء في كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي أو في اتصالاته مع وزراء الخارجية، أوضح أن لابد من التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقرارات المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. فهنا في الحقيقة نأمل أن جولة بلينكن حاليا لا تكون مثل جولاته السابقة، لأنه عمل 6 جولات قبل ذلك ولم تسفر عن شيء إلا حماية إسرائيل وحماية عدوانها ودعمها. وإعلان الرئيس الأمريكي بالأمس في اتصاله مع رئيس وزراء إسرائيل أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالدرجة الأولى بحماية إسرائيل، وكأن إسرائيل هي المعتادة عليها. فهنا في نأمل أن يكون معاه رسالة يوصلها إلى إسرائيل، لأنه هيزور إسرائيل والأردن ربما مساء اليوم وغدا. فده نأمل أنه هو فعلا يوصل إلى دفعة قوية لوقف إطلاق النار حتى الشعب الفلسطيني يرتخط أنفاسه من عمليات القتل والتجويع، قتل بالسلاح أو القتل مرضا. فهنا ده شيء مفزع فعلا. طيب سيادة السفير، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية فيما بين مصر والبوسنة والهرسك، من الملاحظ في السياسة الخارجية لمصر في الفترة الأخيرة توطيد العلاقات مع مختلف الدول من مختلف قارات العالم، خاصة مع دول يعني كانت تربطها بها علاقات تاريخية وطيدة، لكن كان هناك نوع من أنواع التقصير في توطيد العلاقات الثنائية. حرص مصر على توطيد علاقاتها الثنائية مع جميع دول العالم ومنها البوسنة والهرسك، كيف ترى؟ يعني بالذات البوسنة والهرسك في ارتباط ثقافي وثيق، لأن عدد كبير من سكانها تلقوا تعليمهم هنا في مصر في الأزهر بالذات. يعني معظمهم أو عدد كبير منهم يجيد التحدث باللغة العربية، فده رابط ثقافي مهم جدا. في تعاون في بعض المسائل، تجارة ولكنها بسيطة، يعني ليست تجارة كبيرة. نعمل أن يتسع مجالها في المرحلة القادمة. الجانب السياسي في توافق كبير جدا ما بين السياسة المصرية وسياسة البوسنة والهرسك، باعتبار أن هي بعد تجربتها في الحرب في التسعينات بتنأى بنفسها عن المشاكل، وبترى أن عمليات التنمية والتقدم وتحقيق حياة أفضل للشعوب هي عن طريق السلام وتحقيق السلام وفض المنازعات وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق والقوانين الدولية. فهنا ده بيتفق تماما مع السياسة المصرية، بننادي دايما أن السلام هو المتطلب الرئيسي لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار لجميع الشعوب وجميع الدول. وده اللي بنطالب به، أن إسرائيل لازم تدرك تماما أنها لن تعيش في سلام إلا إذا حقق الشعب الفلسطيني أمله في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وده على فكرة ده في قرار تقسيم من سنة 47 اللي إسرائيل النهاردة بتنكره، لأن إسرائيل إذا أنكرت هذا القرار فيبقى وجودها كأن لم يكن، لأن هو قرار تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، ده صدر من سنة 47. قامت إسرائيل وبقيت فلسطين، فبالتالي ليس من حق إسرائيل إطلاقا أنها تقول الأمم المتحدة ليست مختصة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. أشكرك جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق.